الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما عشنا رمضان، الله أكبر ما فطرنا حلال، الله أكبر ما أعنا المساكين، الله أكبر ما أحسننا إلى الفقراء والضعفاء والمساكين والعاطلين اللي ما عندهم شغل. الحمد لله ما أكرمنا من أنوار رمضان وعشناها وذقنا لذة رمضان بقيام الليل بقراءة القرآن بالصلوات المسنونة بعد الفرائض بالتراويح خلاص بالتهجد خلاص بثمانية ركعات. يا عم صلي حتى ثمانية ركعات معلش ماشيها. كل ده فضل منه سبحانه وتعالى. واختلاف العلماء رحمة. يا ما شفنا واحد بقى زي سبحان الله يجي حتى وراء الإمام إمام هو يعرف يعني سبحان الله يمرق جوكي إمام وين وصالي تراويح يا 20 ركعة فهمت؟ وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت ولم تفهم بس تعرف أن الإمام يصلي 20 ركعة وجوكا يا إمام وصليزو صلاة يا مسيح وبعد رمضان يا باو تراويح نبو يصليزو 20 ركعة. زبريني ويو فضلتك وإنهم يهتوجوا من وراء الإمام هدينغوني ما إمام وصلي ركعة ناني ومسوني وإنزاو يعني ايه ده؟ ده يسمى ايه؟ يعني عايز افهم. يبقى لا شيلين ويه ونسون ما هو. ده تحدي ولا شتامة ولا مذلة ولا عايز تظهر له انه ما يعرفش انه في ثمان ركعات في رمضان يسمى قيام الليل ولا تهجد. فتجي توري وتوري كل المصلين ان امامكم امامكم ولا امامك كمان. صليت وراه ليه؟ وصلوا دي غني ما هي جي نا وين بو ابي نو كيزا فجاز لا تنسى جيما اي اذا بريني كان بو دو صلي ركعناني هكيو دي نمنا وايليوا هكيو دي نمنا يفون دي او سميسا وم ابي نو كيو دي سوا هو جم سيرين وجم تي صلي جماعة سبحان الله كما انا مشكلة بو ياو يعني اذا صليت وراء من لم تثق صلاته يعني فصلاتك انت يعني اي كلام يعني صلاه كتنا معنا هكذا بنقول جهاد وكان بوصل لجماعة وين امرتهم نيكا كونفيانس او وين امرتو امينة معرفة هاي او وين امرولون الشاكة نوم ما هي صلاة هاي يوه مفهوم دي واتيو از مشاكل حرم مجتمع سيحاسبون امام الله. قل من يدعي للعلم فلسفة قد علمت شيئا وغاب عنك أشياء يعني يومك أجوم ما كون ساله سلماه جنا جواه نتو جوا يهو كم نتو نادم وكت عنكيل ويلي وكايا إكام وكا جو خصيشة وكاي قائد ونرنغو نمو أعلم حيث يجعل رسالته إنجم بوهاونو كايا إنمنا وليو أو معرفة ولو ناوي إن دي جو هوكو أمة أو إن دي نمنا نجمع يوكو أمة وابوكي وجمع نبوني إن ببوي بانك والله العظيم ربنا هيعينك إمام وقائد. ليه؟ لأنه أعلم حيث يجعل رسالته نقول دي وجوه إنو منو يمر ما لماذا الشوشرة؟ زبرين رنيه ميزي لماني إكام بو جم سرين وجو صلي ركانا نباهي نقول أمينو كي إمام قصلي زرك 20 إمام نو توصلي وفقم مانغو يا صلي زناني وها وها تويني
halafu rajodoro zangalie ngizo njema ukesi njeni. Shau joho soni mwe imam, ujo soni hodingoni mahe. Hata jomba salamu aleku welewa musalama. Mima msalamu tumilando ajajuhe. Vaya usalamu tumingu nsonyo inzahe. Waka aamel eyi kelem. Yani, badala hama Allah masalli ya salimu aleh. Subhanallah. Man salla alaya marra, sallallahu alayhi biha, ashar. أنا أقول اللهم صل وسلم على رسول الله وهو بدلا أن يقول اللهم صل وسلم عليه يا وليدة يا وليدة ما يمشي اسمعني يتوكل على الله ويا ليت لو يقول يمشي وساكت لا هيمشي ويشتم وراء الماشي سبحان الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لعلكم تتقون إلم جمر منكم Abangabo iliuke hurani hamra mungu hasibabu ndetumu. Ganzo awalan tukhriji zakat al-fitr. Lik wal-ibnaik wal-arai shafi hatta wal-imratik waba nafsu al-mashhad hatta ala walidayik ta'alama hum mush qadirin an yidfa'u. Iba ika hamra mungu hurani hamra mungu harma etumu. Abangabo ganzo utisalei dirawo jetowe zakat. Imani ya jayoro niyaho hudona hale hauka hudo kujado jo darasani haku shenge hudo uja harma ya darasa ya tafsir ya Qur'an waraa tafsir ya Qur'an maalim fi tariq hayazhar laka anaka mungkin tatfa sadaqat al-fitr hata wala fi bidayat ramadhan hukawzi towara hay ramadhani ya jayis hauka kejejum kini hauke inti harma جلسة يا علم في رمضان هي سبتنا كوجوا جانبا من أحكام رمضان وبالتالي من أحكام زكاة الفطر شنقو باكي هذا آخر ثانية الخطيب يطلع على المنبر بعد ما صلى وعمال تليف المسجد عشان تطلع زكاة الفطر ليه؟ يعني كنت كده مريض قاليش تبعث حد عشان يطلع زكاة الفطر وكم مالك جدو شين دورو ممركا به زكاة الفطر اوني كجير عن زكاة الفطر اوني كم وشوالي زكاة الفطر اوني كم روتينازي ولا زكاة الفطر او يا نمسيري ونمرو لابو وتوفاني هذي فانت كاترير او كاكاتي نابو هيدا ومنكي زكاة الفطر وما كان في امان الله لا 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 ده انا داعي ما عندوش حد يعطي زكاة الفطر بدا قعد شهر كامل حكمت مزوا كاملي قلت له قالي بان من جا جوبي هذه ايرو حد لازم غمنيا وكيليا بهذه ايرو كانزو يقول لك هنا يا كاين 3 ايرو يعني كاين 13 ايرو جايز به وكم ما عندي لذلك لما يسال سبحان الله حتى العاشر ال 3 ايرو هيدفعها لبعض 10 ايرو طيب يا عم كنت طلعت 10 ايرو ورحت نفسك وكبتوا دي ايرو جيبو مزيرو هكا بدل كبتوا ايرو نيكوينيز اجانس ورنجي ست ايرو نيجي ياسوين بس ولكن ربنا يستر ربنا يستر يبقى عشان نكمل عشان خاطر الناس اللي ورا يبقى عشان تكون من الاتقياء اولا زكاة الفطر رقم واحد رقم اثنين تكمل بعد العيد 6 ايام من شوال 6 أيام ده هيكمل سنة عندك ليه؟ لأن الشهر مكون من 12 شهر فلو صمت رمضان كأنك صمت 10 أشهر وصمت 6 أيام كأنك صمت 2 شهرين يعني كده بالجملة يعني صمت السنة كلها وفنقوم واحد كاملي إكا هفونغو إرمالان هوليهو تميزي نسيت من شوال لسؤال ترى هل أنت ملتزم ينبو لازم شيوا وفنجزن تموند دارو يزو تموند دارو زادونغانا بعد العيد أو سؤال تاني هل مباكا إعيدينو يو كان تموند دارو بمعنى ويكو جوفونغا ماهودو بما جوابنا يعني كتو تجيوا وليند كتو تجيوا ونغني مروند وهذا تمسيتا إكوزي فنقو بزيما ما شاء الله بارك الله فيك يعني ماشي الحال شاكونا وشندوزي فنقو بزيما زي فنقو يلوم هما مزيبتي هسبتنو كوفنقو تمو دادار بعد يعيدية
ترى يدي ينو يوكا هتا نبا يوكا هتا وان رو اسيكوا للوريس يعني رانكو ماود ماود تسي يعيدي ليلو إكاو سيكوا للو نوهيسا ماود تسي يعني ايه ماود مو جوفو قولي جوجي ترتبي شكاين بايري وهو لانغو جوجوان وانزو يكازب هانو زن سوندار زادونغا نزينو يو بروبليم يهان شاولو كاكونو جوفونغا ماود لا ينسي عيد الأضحى ينو عيد الفطر يبقى عيد الفطر لذلك التكبير حتى صلاة العصر مش النهاردة بس ها لا كده هو يبقى خلاص يبقى غدا مش عيد ماود سيدي أم جاب ماود وجو جوفون أو وجو جوفون هو وجوفون ينسي وزبجينا على حسب هنا فسيا أم جاب ورجبين مسؤالة يهو تجواه ستة من شوال اللي يتميزي معها واتسومو هايا زكاة الفطر اللي إذا اتسوميها ويكين رهاف طهرة للصائم و وطعمة للمساكين.